مرحلة جديدة في التعاون بين إيطاليا وشركائها الأفارقة، هذا ما تأمل روما من خلال قمتها الإيطالية الإفريقية التي انطلقت هذا الصباح بحضور قادة ورؤساء حكومات أزيد من 20 دولة إفريقية. يمثل العاهل المغربي الملك محمد السادس في الموعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. القمة الملتئمة على مدى يومين تبحث تفعيل خطة ماتيه من أجل إفريقيا، وهي خطة تنص على برنامج واسع من الاستثمار والشركات في قطاع الطاقة مع بلدان القارة. من روما مراسلنا عبد المجيد الفرشي. إيطاليا أفريقيا. جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا. إنها الفرصة المناسبة لتقديم خطة ماتي الخاصة بنا بشكل نهائي، والتي نعمل عليها بتعاون مع البلدان الإفريقية من وقت لآخر. الجميع لا يعلم ما هي أفضل الحلول. يمكننا تقديم وجهات نظرنا، ولكن بعد ذلك من المهم إشراكهم، وهذا ما نقوم به. روما تحتضن على مدى يومين القمة الدولية إيطاليا إفريقيا، جسر للنمو المشترك، وذلك بحضور عشرات الدول. أبرز ما يطبع القمة الإيطالية الإفريقية هو عرض الإطار السياسي وإجراءات التدخل لخطة ماتيه التي أعدتها الحكومة الإيطالية لإقامة مشاريع تنموية مشتركة ومتكافئة بعيدا عن المنطق الخيري، مع التركيز على المواضيع المتعلقة بالمناخ، الطاقة والهجرة. إنها خطة تشارك فيها الدول الإفريقية، وهناك تظاهرات كثيرة في هذا السياق مثل الحوارات المتوسطية. كما أنني لا أزال على قناعة بأن هذا العمل ينتج أكثر بكثير مقارنة مع الجهد المفترض لأجل المصلحة الوطنية الإيطالية ومن أجل المصلحة الأوروبية واستقرار القارة الإفريقية. ميلوني التي تؤكد على دور بلدها إيطاليا في تحقيق الاستقرار بإفريقيا، فإنها تشير إلى مساهمة متدخلين آخرين في هذا الأمر. المغرب الذي يشارك في القمة يبقى أحد المتدخلين الأساسيين في تمتين الجسر المشترك بين إفريقيا وإيطاليا. عبد المجيد الفرجي، ميدي آن، روما.